من مواعظ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما تعلمنا، الثروة الحقيقية ليست غزارة الخيرات بل ثروة القلب. من منكم آمن بقلبه السليم وعقله السليم وإن كان معه طعام في ذلك اليوم وجاء الصباح عليه بالخير والسلامة، كأنه في ذلك اليوم ملك العالم بأسره. انقطعت، شو السبب؟ ليش هيك حظي يا الله؟ ما في مي. لك ليش المي عم تنزل عند الكل وعندي لا؟ ما زبطت يا أخي يا ربي. لك ليش هيك؟ ما أني حظ بهالدنيا؟ ليش انقطعت المي؟ مسدودة يا ربي، ليش هيك عم يصير معي؟ مسدودة، بس أنا بحاجة هاي المي. ليش انقطعت المي؟ وليش هيك عم تنزل بقوة عند الكل إلا أنا؟ بدي أفهم شو اللي سدك هلأ؟ إيه العمى؟ شو بدي أعمل هلأ؟ خلينا عبي من عندها. ما بدي، دبر حالك. شو دخلني إيدي لربك؟ خلص استنى حصة. خليك حل عني يا مسدود. ليش الكل عنده المي وعندي مقطوعة؟ الحنفية مسدودة، كرمال الله نزل مي بقى. بس حدا يقلي شو المشكلة؟ طيب مسدودة، لك ليش هيك حظي قليل؟ مسدودة، انقطعت المي عني، شو أعمل؟ كل الناس عبت مي وأنا لا، على حظي سدت الحنفية وأنا بدي مي. مسدودة، مسدودة يا ربي بترجاك تساعدني. حسيب قوم يلا. مسدودة حبيبي فيق، شو بك؟ رد علي يلا. مقطوعة. شو عم بيصير معك؟ اصحى. ليش؟ قوم، هذا منام. رجعت شفت نفس الحلم ما هيك؟ آخ منك حسيب آخ. لك حتى بأحلمي ما لي نصيب، حتى بحلمي رجعت شفت الحنفية مسدودة. المي عند الكل كانت عم تنزل بقوة، أما عندي مقطوعة. شو ألا طعم حياتي إذا دائماً ما لي حظ فيها بشي؟ قولي لي إمتى الحظ بده يضحك لي؟ إمتى؟ أوف أوف. صار دوري. لا دوري بعدنا نلعب. خلاص خلونا نعيدها. يا أولاد ليكوا شوفوا مين إجا. العم مسدود. شو بعرفه هذا العم مسدود. يا عم مسدود عصير. لك حاجة حكي بلا طعمي. انتهوا بالطعمة يا عيني. شو جيل آخر زمان؟ لا تردوا عليه، خلونا نلعب طابة. لا تتأفأف من الصبح، قول بسم الله. عن جد؟ كيف ما أتأفأف وأنا بلا حظ؟ شو أعمل بحالي يعني؟ كل حياتي وأنا عم أشقى وأتعب، حتى بزواجي منك. كنت لهلأ عذابي لو ما قبلت فيني. لا يا حبيبي، لا تحكي هيك، خلي عندك ثقة برب العالمين. يعني أنا هلأ شو بعمل مثلا؟ صار عمري 70 سنة وما عندي شي، وبعد كل هالوقت شو بشتغل؟ ما عندي غير هالعربائي بمشي فيها بها الشوارع. أوف أوف، الناس عم تلعب بالمصاري وساكنة بأحسن البيوت، وأنا مشتهي أكل لحمي مرتين بالشهر. يا الله وينك؟ مو شايفني؟ ليش ما عم تستجيب لدعواتي؟ مو شايفني قدي عم أتعب وأشقى؟ ليش ما لي حظ؟ لإمتى بدي ضل عم أستنى؟ استغفر ربك ولا تتمرد. ها وأخيرا طلع العم مسدود. شو أخبارك عم مسدود؟ اللي على فكرة عندي اسم يا قليل الذوق. لا تعصب يا عم، هيك متعودين. وكيف بدك يعني أعرف اسمك؟ مو هيك بينادولك؟ خلص روح من هون مشان ما تعصبني من صباحية الله.
يا عم مسدود، شو رأيك أعطيك معلومة مهمة؟ شو ما عم تسمعني شو حكيت؟ روح من وشي أحسن ما أدرى. لا يا عم ما بتعمله. أوف أوف عزيز ابني، عيب تحكي هيك معه. يلا على شغلك عزيز، تعال هون، يلا نروح على القهوة. شفتي بعينك؟ عادي حبيبي، عم بيمزحوا معك. يلا الله يوفقك. أوف أوف، بدي أفهم واحد مثلي ليش عايش؟ ضل عم أتعب على الفاضي. أوف أوف، أغراض للبيع. يا رب يا كريم ترزقه لزوجي، الله يهديك ويوفقك. يا رب ترزقه مثل ما بيستاهل. أوف أوف، اللي عنده غراض مستعملي للبيع. اشتري الحديد، اشتري النحاس. السلام عليكم. وعليكم السلام. يلي عنده غراض مستعملي للبيع. أوف أوف. السلام عليكم عم مسدود. وعليكم السلام. يا عم مسدود، سمعت آخر الأخبار؟ نازلة بالجريدة. يا أخي روح من وشي، ليك لا تخليني أعصب. شبك روق، بس أرى شوف شو مكتوب. رجل الأعمال محمود ربح مناقصة كتير كبيرة وبده يتبرع بالمصاري للفقرة. مو قايل لي إنكن أنتوا رفقات؟ روح لعنده بركي بيعطيك. محمود بيك، مو نحنا كنا رفقات بنفس الحارة؟ يعني بتتذكر قدي كنا نلعب بالطابة سوا؟ والله رزقك وطلعت، بس يا خسارة أنا ضليت بهاي الحارة، وضعي صار صعب، فبحاجة مين يساعدني؟ روح عني يا شو هالحكي الفاضي من الصباح. شباك ليشك عصبت علي؟ فوق ما بدي ساعدك؟ حق ما طلبت منك. يا الله دخيلك. أوف أوف، غراض مستعملي للبيع، مراوح خربانة. رجل الأعمال محمود ليس له حدود للقيام الأعمال الخيرية، معظم أمواله كلها تذهب كتبرعات لمساعدة الفقراء والمحتاجين من عامة الناس، ومثل كل عام ساهم بإدخال الفرحة لقلوب الناس. محمود بيك، سمعت آخر خبر؟ هالتصرف مانو منيح. أنا بدي ساعد الناس بدون ما حدا يعرف. مين نشر الخبر؟ هيك صار كأنه إعلان، وهلأ لو سمحت عرف لي مين السبب. لعيوني، مع أني بشوف هالخبر لصالح. الخير ما في بركة إذا كان على العلن، لهيك ما بدي الناس تعرفني. شفت منام مبارح. إن شاء الله خير. خير خير، شفت حالي بحارتي وأنا وصغير، والغريب إني شفت واحد كان رفيقي بوقتها، شافني وقرب لعندي وفجأة ضربني كف على وجهي، وعلى قد هالكف مو قوي، حاسس خدي لهلأ عم يوجعني. يا رب ارزقني بقى، والله تعبت وأنا عم أمشي بهالشوارع من الصبح ولهلأ ما اشتغلت. غراض مستعملة للبيع. لو سمحت أخي، في عندي ضو بدي بيعه. يلا يا أختي جاي. أم نشتري كل شيء. يلا أختي إجيت إجيت. إيه يا خانم، بدي بيعك هذا الضو. شغال شيء؟ شغال مثل الليرة، بس لأنه صار قديم. راحت عليك. إيه باخده منك. يلعن هالحصار. إيه بعطيك يا بس 50 ليرة إذا بدك. إيه بس هيك غالي كتير، ما بربح في شيء. جميل شو عم تساوي هون؟ إذا ما عجبك فيك تروح. خلينا نسترزق. أهلين عمو. جميلة، ما بصير هيك، ليش عم تلعبي بعيد عن البيت؟ تسمح لي اركب على العرباية يا عمي؟ تعالي اشوف، ركبي احسن من رجعة على الحارة فاضي، بلكي بشوف على وشك. غراض للبيع، غراض مستعملة للبيع، مراوح خربانة للبيع، كراسي مستعملة للبيع، كل شيء قديم بنشتري، غراض مستعملة للبيع. بعده رح نطير. اغراض للبيع. ايه اغراض مستعمل للبيع. بعده عن طريقنا، عم نسوق بسرعة. روح قديمة للبيع. بعده اغراض للبيع. الله يشفيك يا عم مسدود. من شو بده يشفيني؟ شو القصة؟ سمعنا انك ما قدرت تفتح حنفية الرزق اللي إلك بالمنام مرة تانية. انا برأيي تخبر البلدية. شو رأيك تروح تلتفت لشغلك؟ لا تعصب، عم نمزح من محبتنا إلك. ايه بس صاير مزحكم تقيل. شو ولا مرة مريتوا بضيقة؟ الله يصبرني عليكم بس. خلاص يا رب يدركم. يلا بطلوا مزحكم معي. هلين عدين. هلين بابا. لوين رايحين؟ رايحين على القهوة. تعال ناطرينك. يلا لا بدي روح على البيت. مين قالك تاخد بنتي معك؟ لأنه هيك عملت رح أخدها معي.
يلا نروح على البيت. لا. يلا انا بدي ضلني على العربايه مع عمو. بابا ليش هيك مسخه حالك؟ كانت عم تلعب. لك شو هاد؟ ليش هيك تيابك كلهم غبره؟ هلا حسابك بالبيت. يسلموا ايديك عمو. تذكرت امتى رح تدفع الاجار اللي عليك؟ لا امتى رح استنى انا؟ اوف والله رح ادفع لك، رح ادفع. اوف اوف. شو بدك تشرب؟ يلا العاب. جاهز اليوم للخسارة؟ شباك لعيونك. العاب العاب. خد لي هي. يلا العاب اللي بعدها. شرف أخونا. السلام عليكم يا جماعة. هذا هو. وعليكم السلام. أهلين حسين. مو قلت لي إنك ما شفته من وقت كنت صغار؟ كيف عرفته فورا؟ دورت عليه قبل ما أجي وعرفت مين هو. خلينا نروح لعنده. لا تتأخر. الأفضل إنه ما نستعجل. كل مرة بتتأخر علي فيها. لا تخاف ما رح تأخر. لا تنسى لي كاسة الشاي. حاضر عم مسدود رح جيب لك. يا شو يا حسيف؟ شايفك مبسوط، شكله ضحك لك الحظ حتى مستعجل. أو ملاقي شي كنز ومخبي علينا، لهيك إذا راحش يوم على البنك لا تتفاجئوا. بيروح بشنطة المصاري بيقول للعامل حطهم بحسابي. وهي كاستك معلم. شبكوا اللي استلمتوه؟ بالله لا تزعجوه. كل مرة بدي أغلبك أنا. حرام عليك، الزلمة منتوف، حتى بأحلامه ما بيصير معه مصاري. بتحسوا أحلامه شي فيلم؟ بيضل يشوف حنفيات مي مفتوحة والكل عم يعبي سطول منها، ويلي بيعبي بيمشي، بيعبوا وبيمشوا، ولما بيجي دوره لحتى يعبي بتنسد الحنفية معه. كيلون عن حلمك عم مسدود، احكيلون. عن جد بيلبالو يكون فيلم على فكرة. يا أخي هالعم هاد هو، ما تغير أبدا. يلا أمشي. شبكون ما عاد تسكتوا؟ ها عصر. شو دخلكم بحياتي؟ شو خصكم بأحلامي؟ روّي خلص حاش حكي بسيطة. حسيب أنا اسمي حسيب. حسيب لا تعصب يا عم. اسمي حسيب. حسيب شبك هي مسحة. هاد هو حسيب رفيقي أنا وصغير. كفي كفي تعال، ما عاد حدا تحمل حدا والله. ما لي نفس، حتى الشاي حرمتونا يا. امشي ورا. بيكفي بقى بليت. أنا الحق عليّ. أوف أوف ما عاد أقعد معهم يا أوف. أخي حسيب أفندي. لحظة بس. مرحبا. أهلين. ممكن نقعد نحكي شوي؟ ليش؟ بصراحة مين حضرتك كمان؟ يعني كيف بدي أقول لك؟ ليك مو ناقصني أنت كمان حل عني. حسيب أفندي. ليش حاسس أني شايفك من قبل؟ يا الله دخيلك، مش شك مألوف علي شايفه من قبل، كأني شايفك من قبل بس ماني عم بتذكر. شو بدك مني؟ أنا كنت شايف اللي عم يصير بالقهوة وصار عندي فضول. شو مشكلتهم هالعالم معك؟ ليش عم تسأل عنهم؟ وليش هالقد مهتم بهالموضوع؟ لا تكون مثلهم كمان. لا لا الموضوع مانو هيك، تفضل اقعد. بصراحة هن الناس مناح وقلبهم طيب، وبحب حارتي كمان وأهل الحارة، وحتى هن بيحبوني، بس الله ما بيحبني أبداً. ليش هيك عم تحكي يا أخي؟ الله أكبر من هالحكي هاد، هو بيختبرنا حتى يشوف محبتنا وصبرنا. إيه بس اختبرني بما فيه الكفاية وحارمني من نصيبي. ما بعرف شو المشكلة. مو من هلأ قضيت كل حياتي عم أشقى وأتعب، جربت أعمل كل شيء ما ضل شيء وما اشتغلته. أنا متأكد الله مسكر كل أبواب الرزق بوشي. شو ما عملت وقد ما صليت ودعيت ما عم يفتح لي ياهن أبدا. حاسس لا لا لا, لا 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 بمشي بهالشوارع وأنا خجلان من حالي ومن وضعي. كل الناس عندها بيت وسيارة وحتى وظيفة، ما في غير غني رايح وغني جاي، ولما اجا دوري اخد الله نسيني، اعطاني هالعرباي اشتغلوا بس. انا فقير ورح ضل فقير. خلي ايمانك بالله كبير، الخير اكيد جاي. اي خير؟ اي خير هاد؟ فرجيني اياه. اذا في خير فرجيني، وبعدين مبين عليك النعمه وحياتك مرتاحه، اما انا فقير ومعتر. اشتهيت الحظ يضحك بوشي مره واحده، اشتغلت 40 شغله وال40 ما زبطوا وما حصلت شي.
ما ضل غير إني استنى الموت، ما ضل بحياتي وقت لأسس لشي شغل. شو بدي أقول؟ ما ضل أكتر من هيك. الله بعتني على هالحياة وتركني على جنب. إذا بينزل من السماء ذهب بدل المطر، بعرف ما رح ينزل على رأسي غير الأحجار من حظي. أوف، استنى حسيب أفندي، حسيب أفندي. كل واحد يروح بطريقه يا تركني، هيك حظي. أوف أوف. الفقر خلى هالزلمة مجنون. لازم أعمل شيء، أنا لازم ساعده. أوف. شو بك بتضل تتأفأف؟ تعال فوت شوف مين عنا بالبيت. مين؟ فوت وشوف. مين؟ لا تقلي لي عديلي. ها لا أنا لا، أنا من دون شي جاي معصب. مين عنا؟ خلص فوت وشوف مين. يلا يلا خلصني. اسماعيل ابني. بابا، أهلين بابا. أهلين فيك يا روحي، اشتقت لك كثير حبيبي. كيفك؟ طمني عنك. شو أخبارك؟ خلصت امتحانات وعندي عطلة هلأ، اشتقت لكم وقلت بجي. خير ما عملت يا ابني. وكنت مالل بأنقرة كمان. فوت. كيف كان الجو بأنقرة؟ الحمد لله منيح. برد شي؟ ايه شوي. بيقولوا برد أنقرة كتير قاسي، كيف اجيت؟ اجيت بالباص. بيقولوا في قطار سريع من هنيك. ايه صح. يعني فيك تروح وتجي كل يوم؟ لا والله ما فيني. كم يوم رح تضل؟ يومين. ايه ازدهار، سمعتي بده يضل يومين. اللي شو تاكل مشان امك تطبخ لك، مو هيك؟ بعرف شو بحب. يلا بسرعه. كيف الدراسه يا ابني؟ طمني. الحمد لله ابي منيحه. ازدهار، رح اطلع على السوق جيب فروج بالدين واطبخي للولد. ما تاكل هم، في فروج وفي لحمه. تعال تعال. ليك البراد مليان اكل، شوف ابنك شو جايب معه. مشتري لنا فطر. من وين المصاري حتى جابون؟ نسيت انه بياخد من الدولة؟ اخدن وما اجى من قلبه يصرفن على حاله. يكتر خير هالدولة، وقال كيف رح نقدر ندرسه. ان شاء الله يلاقي وظيفة لما يتخرج فورا. ما شاء الله ما شاء الله، الحمد لله لك يا ربي على هالنعمة. ألف شكر وحمد لك يا ربي. بابا، جبت لك ها. بس يا ابني شفته وحبيت لك يا. تسلم يا ابني، شكرا. ازدهار طلعي، أنا ما قدرت جيب له، بس هو ما نسي وتذكرني بهالقميص. يا ربي أنا ليش هيك عم يصير معي؟ يا الله شو بدك يعني أعمل؟ الحمد لله ابني إله حظ بهالدنيا. ازدهار، وحتى أنا اشترالي كتير شغلات. تفضلي مدام. شكراً إليك. ليك هذا الصبي، بلشت اتذكره من هداك الوقت. كان حظه قليل، كان دائما يخسر بالألعاب، وحتى بالقرعة كان خسران. كنا نضحك عليه، ومن هداك الوقت وهن لساته لهلأ عم يضحكوا عليه وملقبينه بالأب مسدود. زعلتني عليه، كان لازم تعطيه شوية مصاري. ناوي أعطيه ثروة كبيرة، مو بس مصاري، ثروة. بهالسنة ما رح تبرع لغيره، والزكاة لأله. الله يقويك. ها
هذا رفيق طفولتك بيستاهل تساعده. بس ما رح أعطيها كمساعدة. شلون يعني؟ مثل نصيب. كيف يعني نصيب؟ القصة مو قصة مصاري، القصة كيف أعطيه. بيضل يتأفأف ومآمن إنه هيك نصيبه. إذا بدي أعطيهن بإيده رح يقلي إني أنا اللي أعطيته. أما إذا بالسر يعني صدفة تبرع وإجته مثل النصيب رح يقول وأخيراً الله أعطاني، ورح يرجع الإيمان لقلبه وبوقتها ما عاد يتأفف. هيك أحسن شيء. يلا رح أتأخر أمي. خد أوف أوف. توصل بالسلامة ابني. آمين أمي آمين. الله يحميك ويخلي لياك. بابا لا تأكل هم شيء أبداً وريح حالك، قربت خلص دراسة ولوقتها كله خير. يلا لكن أعطيني إيدك بابا. يلا دعي لي أمي. الله معك بابا. القميص كتير لابق لك. يلا روح ابني هلأ بتتأخر، أنا راي على الشغل. يلا دعولي. مع السلامة. مع السلامة. أوف أوف تضرب هالحياة. حسيب أنت شو عم بتقول؟ ليش هيك عم تحكي؟ لك ما قدرت أعطيه حتى أجار الطريق للصبي. شو هالحياة اللي عايشة شو؟ أوف حسيب ما تعبت؟ شي مرة بس حميد الله. وعلى شو مثلاً؟ على صحتك مثلاً. ايه؟ على عينك وإيدك ورجلك. ايه؟ وإنك جبت ولد مثل الوردة ومرضي بآخر هالعمر، هاد نور عيوننا ما بيكفي؟ أوف أوف الله عم يرزق الناس مثل المطر ونحن بناخد نقطة من هالمطر. أوف أوف الابن والصحة تمام والمصاري، وين المصاري؟ ابني عم يشتري لي قميص بدل ما أنا أشتري له. حاسس حالي مثل رجل الكرسي، مو قدران أقدم له شيء. يا الله لو تبعت لي شي مليون ليرة من غامض علمي مرة واحدة بهالعمر. أوف أوف ما بتلحق توصل المصاري لأيدي بتكون راحت. أوف تمام هيك ممتاز. يلا لنشوف. روح بيعويا. حاضر. محمود بيك شو لزوم هالحركة؟ ليش ما نعطيهم فورا؟ بلكي صار شي مشكلة. لا تأكل هم ما بيصير شي، الذهب جوات الصندوق وهيك بيكون نصيبه. أغراض مستعملة للبيع. أخ أخ مين عنده أغراض مستعملة للبيع؟ أوف أوف أغراض مستعملة للبيع. لو سمحت وقف شوي. تشتري هالصندوق القديم؟ مانو غالي. لا خشب ما بشتري، ما حدا بشتري مني. اسمع مني عم قلك مانو غالي. شو بدي أعمل فيه؟ روح أعطيه لغيري. لك خمس ليرات. ثلاثة. لا تلهيني ما قدرت أشتغل شي من الصباح. طيب اشتري هاد وصدقني ما بتندم، نصيبك حلو فيه. نصيبي؟ هي نصيب هاد؟ ما قالي نصيب بشي، وحتى بيسموني العم مسدود. أوف أوف خد. طيب أخي خده هدية. تعال ما بصير هيك حرام، خد حقه. خد هالليرة يسلمون. أوف أوف غراض مستعملة للبيع. غراض مستعملة هيك منيح لإلك. أوف أوف غراض مستعملة للبيع. أوف أوف غراض مستعملة للبيع. أصحاب 90 كيلو وأنا بعطيك حقه. الصبح بيكونوا عندك. الله يبارك لك يا أخي. الله يسلمك.
السلام عليكم. وعليكم السلام. فاضي مثل العادة؟ بسيطة، رح أخذ هذا الصاج كرمالك. ليك هاد أنتيكا أخي، هذا صندوق خشب ما لي شغل فيه، روح احرقه. اسلموا ايديك. الله يسلمك. اوف اوف. اوف اوف. اغراض مستعملة للبيع. اوف اوف. اغراض مستعملة للبيع. أوف أوف. أغراض مستعملة للبيع. أوه. أغراض مستعملة للبيع. أوف أوف. أغراض مستعملة للبيع. أوف أوف. مرحبا يا عديل، شو كأنه ملاقي كنز؟ والله هيك شكله. شو هالتحف هاي اللي عم تاخدها من الناس؟ بيفكروا هالغراض قديمة، بس هنن ما بيعرفوا انه رح تخليك غني. هي اللي بيسمعك بيصدق. لكان اللي شو هاي؟ رجال أصر يبيعنيها واشتريتها. أنا باخدها منك، فيني حط فيها العدة. غريب، ليش ما عم يفتح؟ ماشي، معناها بيفتحوا بالبيت. ايه، إن شاء الله رح تاخد حقها. هالتحف بليرة، إلك بليرتين. شو هالحكي؟ كأنها غالية شوي. يا الله دخيلك. كل مربحي منها ليرة واحدة. رح أخذها بنص ليرة. مسيك. ما سمعتني شو حكيت؟ عم قلك مربحي ليرة. طيب خد هدول فوقهم، مع أنه أنت اللي لازم تدفع لي. مشي حالك فيهم واعتبرهم حسنة. أوف أوف. أنا دفعت فيه ليرة وخسرتها. شو هالتجارة هاي؟ عم مسدود، ما انرزقت اليوم؟ عادي، كان مثل أي يوم. يلا ما تاكل هم، هي الدنيا هيك، يوم إلك ويوم عليك، إلا ما يجي يوم وتنرزق فيه. من وين؟ إذا السما بتشتي ذهب رح ينزل على راسي حجارة. لك أوف أوف. أهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة، تفضل. بضل من الصبح لآخر النهار عم أفتيل. وهذا كل شي بيطلع لي آخر شي. أوف أوف. الحمد لله على كل شي، المهم إنه المال حلال. المهم القرش الحرام ما يفوت على بيتنا إن شاء الله. لك يا مرة، لو ما بعرف شو في جواتك كنت راح أقول إنك عم تتمسخري عليها. معقول تضحك عليك؟ أنت شايف شو اللي عم يصير معنا؟ تيابي منزوعة وبوطي قديم، ماني قدران اشتري شي جديد. هذا امتحان من رب العالمين حتى يختبر صبرنا يا حسيب. مثل النبي أيوب عليه السلام، كان عبد قريب من ربنا ونبينا المبارك. ما بتعرف قديش عانى بهالحياة. شو هي مشاكلك؟ قدام كل شي مرق في نبينا أيوب ما بتطلع شي. إلا تنسي هو النبي، أنا ماني نبي ازدهار، أستغفر الله. هو الله عاطي الصبر وعطاك يا كمان. بس شو أعمل إذا أنت مو شايف؟ وبعدين رب العالمين ما بيحمل البني آدم شي فوق طاقته، بس انت محملها زيادة وبتضلك نافخ قلبك على الفاضي. وصدقني هيك ما عاد تشوف الخير بأي شي حواليك، انت عم بتضر حالك. جرب ادعي لله وتطلع لفوق، وبعدين اتطلع حواليك وشوف النعمة. معقول ما انك شايف نعم الله عليك؟ نعمة شو هاي؟ طلعي وين النعمة؟ عاي مجيب الأكل. أوف أوف. أي انتبه مرة تانية. جميلة، وينك يا بنتي؟ لا تبعدي. ايه حاضر بابا. ايه
عمه كيف مسكرينه لهاد؟ ما عاد بدي يفتحوا ها؟ حق علي ذهب عن جد ذهب يا الله والله ذهب يا الله والله ذهب عن جد ذهب شبك بابا لك هذا مو حلم عن جد ذهب صرت غني ماني عم صدق يا ربي الحمد لله الحمد لله يا رب ذهب والله ذهب والله ذهب 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 هدول ذهباتي هدول ذهباتي هدول ذهباتي ذهب بابا دهب شو صاير ما في شيء قصدي انا ضربت ايدي يلا روحي من هون يلا روحي العبي برا ذهب 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 صرت غني صرت غني صرت غني انا صرت غني ذهباتي ذهباتي يا عمي كل عمرك رح تضل فيه كان ضروري نجي بهالطريقة لهم محمود حبيت اني اجي اشوف حسيب الغنيبة بدي اشوفه اذا مبسوط خلص عرفوني بقى اتركوني مليت منكم مليت اهدى شوي يا رجال حل عني بقى يا كمان انت يا شباب ليش عم ينادوني مسدود ما بعرف هلا بطلت تعرف ليش من لك تيأتوني خلقي يا جماعه تيأتوني خلقي لك استنى شوي هدي شوي لحظه نحن عم نمزح معك لك حل عني بقى يا ما بدي حدا لا لا تسكت شوف لك عم مسدود اسكت انت التهب شغلك حل عني يا زلمه تعال اشرب شاي احسابي شو صاير معه أكيد في شي غلط روح امشي ورا يلا امشي ما عاد يلاقوا زلمي غيري يتبقوه أوف أوف أغراض مستعملة للبيع أوف أوف أغراض مستعملة للبيع أوه عديل شو رأيك؟ عجبتك هالعروس؟ اشتريتها من شوي الله سبحانه وتعالى شت علي ذهب مبارح تعال طلعنا نروح مشوار تعال نعملنا فتلي بالمكان يلا اطلع معي روح من وشي أنا ماني ناقصك ايه شو كان بدي قلك؟ إذا جعت لقيت شي صندوق مثل مبارح خبرني أنا بجيب سيارة معناها هو اللي لقى الذهب يعني هو اللي أخده فهمت؟ لك الصندوق لجميلة شو هالصندوق السحري هاد؟ لو تعرف قديش فاتني هالصندوق مبارح مع انه سعره كان كتير رخيص ما بدي ذكرك بالأجار صار لازم تدفع لي اياه مو يعني اذا انا عديلك تضل تتأخر بالدفع عال والله شو هالحظ طبعي هاد؟ ناس بتشتري سيارة وناس لا ويا ريت معي ليرة وحدي يا الله بترجاك ترزقني بترجاك اوف اوف غراض مستعمل للبيع يا الله دخيلك الصندوق ما كان معه قلت له خلينا نعطيه باليد لا خلدون انا ما رح استسلم رح ارجع حاول مره تانية وهالمره رح ياخذون متاكد عندي فكره احسن من الصندوق هيك بدك العجينة؟ شو أعمل هلأ؟ افتحها بالنص تمام أستاذ شو عم تساوي؟ يا الله دخيلك ما فهمت شي وهلأ أسكرها وحطها بالفرن ما بتغير رأيك؟ بلكي ما زبطت لا ما رح استسلم عشر دقائق تمام يلي عنده غراض مستعملة للبيع اوف اوف غراض مستعملة للبيع
أوف أوف، أغراض مستعملة للبيع. أهلين عمو، معلش أركب على العرباية، حابة أفتل معك. أربي لشوف ألك على وشك بيجي الخير. أغراض للبيع، كل شيء قديم بنشتري. أغراض مستعملة للبيع، برادة، أغراض مستعملة، أغراض مستعملة للبيع، أغراض مستعملة للبيع. فرجينا. هاي الخبزة الذهبي، لشو بدك ياها؟ مفاجأة، في حدا بدي يفاجئه. مسك لشو. أوه. هالمرة لازم يمشي الحال. غراض مستعملة للبيع، غراض مستعملة للبيع، ناخده غراض للبيع، كل شي قديم بناخده. وصلنا على البيت، يلا قومي لشوف. ضحكتني يا عمو حسيب، ما بتعرف انه انتقلنا من هون؟ لانه بابا اشترى لنا بيت بمكان تاني. ما كنت بعرف من وين المصاري. قال لي انه السما شتت عليه ذهب. او ذهب حقيقي؟ ايدي على راسك، ما صارت معك قبل؟ انا ما بينزل على راسي غير الحجر. وين البيت الجديد؟ عند بيوت الزناجيل بهداك الشارع، امشي نروح. هيك لكان بيوت الزناجيل. غراض مستعملة للبيع، يلي عنده غراض مستعملة للبيع، غراض مستعملة للبيع. أوف أوف، غراض مستعملة للبيع، غراض مستعملة للبيع، كل شي قديم بناخده. غراض مستعملة للبيع، غراض مستعملة للبيع، كل شيء قديم بنشتري، كل شيء قديم. سلام عليكم أخي. وعليكم السلام. تذكرتك، مو أنت نفسه اللي باعني الصندوق من كم يوم؟ مزبوط أنا، بس هاي المرة بدي منك تشتري مني هالخبز عم بيعه. متأكد؟ وبدك أنا أشتري؟ لا، خده بالقرتين يا زلمة، روح بقى من وشي، شو ما عندك غيري؟ وبعدين بكفي اللي خسرته من ورا الصندوق تبعك، اشتريته بليرة وبعته بأقل من هيك، هالخبزات كتير كتار علينا. طيب بليرة ونص. لك شو عم تمزح معي انت؟ ما عندك شغل غيري؟ هالخبز كتير ريحته طيبة وبتشهي يا عمو، رح تنبسط فيهن خالتي، خدن كرمالة. كان بدي ثلاثة، بس خدن بليرة كرمال هالبنت الصغيرة. بصراحة يعني بشهو. شايفهم طرايا كمان. رح يعجبوك، من فرن الحطب، وكمان هذا الكيس أصلي وصحي كتير. يلا أخي لا تفكر كتير، وبيجوز تلاقي شي بقلبه. مثل شو يعني؟ أكيد ما رح يطلع لي جواتهم ذهب. أي وشو عرفك؟ أي تمام تمام تمام، هدول بدهم صح اللبن. قال رح يطلع لي فيهم ذهب. شايفي كيف الناس عم تضحك علي؟ لك حتى الناس صايرة غريبة. أوف أوف، اللي عنده غراض مستعملة للبيع. غراض مستعملة للبيع، غراض مستعملة للبيع. جميلة غبية، نزلي ولك هلأ بتوسخي حالك. بس أنا مبسوطة على العرباية. يلا تعي اركبي بهاي السيارة الحلوة بدل هالوسخ يلي قاعدي عليه. ماشي بابا. قومي حبيبتي، انتبهي لا تركدي مشان ما توقعي على الطريق على مهلك. طلعي بسيارتنا الحلوة، بتضلي قاعدي بين الغبرة. اللي من وين جايب هالخبز هاد؟ من نفس الزلم اللي عطاني الصندوق، اجا لعندي مرة تانية. عدي هون. أي، وكان مصر أن يأخذن منه وما قدرت قله لا. عن جد عم تحكي؟ اشتريتها من نفس الشخص اللي باعك الصندوق؟ ايه؟ ما أحلى هالخبز، بيعني إياهن، موافق؟ الله يخليك.
والله أنا حبيتهم كتير. شو بقول لك؟ اشتريهم مني، أعطيني ليرة ونص وبيكونوا لك. غاليين شوي. شو عم ناخد منك خشب؟ هذا خبز، بعطيك ليرة وحدي. لا، إذا ما بدك هاتون بأكلهم مع لبن اليوم. لا لا، عديل كنت عم امزح معك. يلا امسك هاي ليرة تاني كمان، وخد وهي نص ليرة مني، صاروا ليرتين. مثل ما بتعرف أنا بحب هذا النوع من الخبز. اي خلص، خد الكيس مليان. شكرا، هاي تاني مرة بنرزق منك. لك بالعافية، صحة وهنا. يا عيني على الخبزات. الله يبارك. خلينا نمشي. أوف أوف، يا الله، ليش هالبني آدم مخه سميك؟ غبي والله بتزعل، ولك هاي تاني فرصة بتضيعة. اغراض مستعملة للبيع. دهب، دهباتي، والله ماني عم صدق، ملياني دهب. يا الله، كله ملياني دهب، مو معقول. نصيبي، هذا نصيبي، هذا نصيبي، دهباتي. ايه هدول إلي. صرت غني، مصرياتي. ما رح أصرفكن هلأ، رح أرجع لكم بعدين لحتى تكتروا أكتر، كتروا كتروا أكتر. ما بدي أصرفكن، رح خبيكن. يا عين، هيك كتير؟ حتى هيك ما أخدن؟ ليش هيك مصر يكون فقير؟ يا ربي دخيلك، بعمري ما شفت مثله. محمود بيك، برأيي بكفي هيك، النصيب من الله، لا منك ولا من حدا تاني. ليك عطيهم بإيده. لا لا، هالمرة رح تزبط معنا، وأكيد رح ينتبه للذهب. بقى موسى، أمرني يا بيك. عندي خطة، وهالمرة ما بدي ولا أي غلطة. نعيوني يا بيك. عندي ليمون، قربوا على الليمون، حامضوا تازه الليمون، قرب على الليمون. ليشك عم تعمل معي؟ وعلى أساس نحن رفقات؟ ما عاد رح أحكي معك حتى تصير رجال، عاد والله. تفضلوا، بكفي تفكير، اللي كاتبه الله بصير. خلص أخذت قراري، أصلاً كل هالشغلة مو عاجبتني، رح بطلها. وليش بقى؟ رح اشتغل شي تاني. قرب على الليمون. قررت صير بيع ليمون بالسوق. ليمون شو؟ قرب على الليمون. عندي فكرة أحسن من هالشغل. ليمون، شو رأيك إني بيع العربية بالأول؟ قرب على الليمون. ورح ابني إمبراطورية بالليمون. والله أنا رأيي تحط عقلك براسك وبس. أنا قررت بيع العربية.
أوف أوف. انتبه عليها، فيها ذهب. انتبه، الذهب محطوط جواتها. شوف إذا مو مصدق. شو هالحكي؟ عم تضحكوا علي مثل العادة. ما عاد يستحوا على حالهم ويبطلوا هالمزح معي. بس لو عرف مين اللي كتب هيك، ما فيهم ذوق، ما بيخجلوا من حالهم ولا عاد بيخافوا من الله. ما ضل عندهم شغل غيري. قال في ذهب، قال رح صدق، لأنه مو معقول يصير في ذهب بهالبساطة مع واحد مثلي. مفكرين تضحكوا علي تحت العرباية. أوف أوف أوف. تضرب شو غبي؟ تمام نوري، عم قلك بدي اشتري للبيت. وانت شو دخلك كيف جبت المصاري؟ من اليا نصيب، انا لقيتهم بالطريق. تمام، الحظ جاي معي هالايام. الله سبحانه قال لي خود. ايه قلي هلا امتى بتكون فايق. اهلين، شلونك عم مسدود؟ بعد عن طريقي يا. تمام تمام، بحكي معك بعدين. يلا روح. عديل، شو قلي، ما جبت شي شغله قديمه اليوم؟ لا، ما عاد رح تصير هالقصة، لأني رح بيع العرباية. لا تقولها. شو قصتك؟ مانك عم تسترزق منا؟ خلاص قررت أني بيع اليوم. عم تمزح ما؟ لا عن جد عم أحكي، تعبتني. انتبه، فيها ذهب؟ معقول الذهب محطوط جواتها؟ عديل وقف، استنى استنى لحظة، وقف وقف وقف، استنى عديل. لك شو بدك فيها؟ أولاد مش خبرين هيك. مزبوط حكي، رح اشتري العرباية منك. شو خطر على بالك؟ لك انت شو بدك بهيك عرباية؟ بتاجر فيها وبعدين بيع على حدا. اللي هلأ قديش بدك بهالعرباية؟ مع انه مهترية كتير، انت بس اللي قديش بدك وبوعدك ما رح اعترض. بدك تعطيني 300 ليرة. اوه شو شايفة سيارة؟ رخصتي اياها اكتر. إذا ما عجبك بعرف حدا بيشتريها ب400. وقلت لك 300 لأنك عديلي. خلص ماشي يا ملعون، والله صاير شاطر بالتجارة. رح أعطيك 300 وهدول 200 من شان الأجار. شو نسيت إنه عليك أجار البيت؟ مثل ما بدك. شو إنك غبي؟ ما عم صدق. واضحة مثل الشمس إنه محطوط الذهب فيها. الحمد لله، والله يخلي لي إياك يا عديلي الغبي. يعني ليش ما عم تزبط معنا؟ ليش؟ معقول هالزلمة ماله نصيب لهالدرجة؟ برأيي أنت تجاوزت حدودك. أنت هيك برأيك؟ إيه للأسف، يعني اتدخلت بإرادة الله وحاولت أنك تغير شغل الرب مع عبده، وجربت تنقل النصيب من عند الله للعبد، والله ما سمح لك بهالشي. وبعدين إذا بدك تساعد ساعد فورا، وفيك تساعد الناس بدون منية. الله بيبعت النصيب والغني بيعطي الزكاة. معك حق بكل كلمة قلتها، أنا تجاوزت حدودي. توبة، أستغفر الله، توبة يا ربي، ما عاد عيدها. طيب شو بدي أعمل؟ محمود بيك، أعمل مثل ما قلت لك، أعطيه هون. هالزلمة ماله نصيب بالذهب. عندي حل، منخليه يجي لهون ومنحط له مصاري بالجيبة، وهذا أحسن حل. لشوف هالمرة رح يصير غلط. احكوا معه وخلوه يجي. أوف أوف. شو كمان اليوم ما بعت؟ ولا حبي حتى، ما حدا عبرني. والله لي 3 أيام عم صرخ بالسوق
ليمون، ليمون حامض وكله على الفاضي. شو بدي ساوي؟ رح يعفن معي وما كان ينباع. اشتريتهم بكل المصاري، ما ضل معي ولا ليرة. قولي شو ساوي؟ ما تقلق، صحتك بالدنيا، الحمد لله في عنا أكل بكفينا. أوف. أهلين وسهلين، تفضلوا، نورتوا. عمو حسيب أنا إجيت لعندك. أهلين جميلة. حبيبتي. مرحبا. سلام عليكم يا عديلي. وعليكم السلام. أهلا وسهلا، تفضلوا. أهلا وسهلا. اتذكرتك بهالبقلاوة، دفعت 28 ليرة، والله بقلاوة ممتازة. إيه لو ما نقيت يسلم هالإيدين، شكرا. ما كنت جبتهم مو هيك؟ تفضلوا تفضلوا. مين بيصدق، حاسس حالي خلقان وفي بتمي معلقة من ذهب. ما شاء الله شو نصيبي مفتوح الأيام. سما عم تشتيلي ذهب. إيه اللي أنت، شو أخبارك؟ بتصدق أحياناً بزعل عليك؟ بعمرك هذا لازم ترتاح وتتنعم وتشوف حياتك، بس بحالتك هي ما رح يكون فيك ترتاح فيها أبداً. أنت واقف بوجه نصيبك يا عديل، فتح عيونك وشوف منيح، مو هيك مرتي؟ اسمع شو بدي إلك، فتح عيونك وقتها رح تشوف نصيبك. أنا أعمى، أنت شو بدك فيني؟ والله هاي الحقيقة، براحتك. برأيي تسكرها سيرة هلأ، سكرها. ايه عنا مفاجأة لكم. عن جد شو هي المفاجأة؟ هي انه قررنا نروح على بودروم بهالعطلة. ايه حلو كتير. واخدنا غرفة بأفخم فندق لننزل فيها. تتهنوا. ايه صحيح، نسيت اسألك، وين بدك تروح بعطلة هالاسبوع يا ترى؟ على فكرة الطرقات ما أنا مسدودة، مو مثل نصيبك، هي مستحيل انها تنسد. يعني انت جاي تتمسخر علي ببيتي؟ أنا شو دخلني بعطلتك؟ هنقلع من بيتي، يلا قوم اطلع، ما بدي شوفك هون. أنت شو مفكر حالك لحتى تقلعنا من بيتك؟ بس بقى هذا مو إلك، هذا إلي، أنا صاحب هذا البيت ومتراكم عليك الأجار. بسيطة، هالمرة رح أعمل حالي ما سمعت، بس أنا بعرف كيف رح أخذ حقي منك. تحسب حسابك، الشهر الجاي رح ضاعف الأجار، رح خليك تدفع الدبل. خلص إسحاق، ليش هيك عم تغلط معه؟ شو بكي، عم امزح معه. قومي يلا بسرعة، بدي شوف المباراة، قومي. لا تزعل من بابا، أنا بحبك عمو حسيب. يلا يا بنت قومي، راح تروح علي المباراة. عيدوها أمانة إن شاء الله. يلا يلا خلصيني. لا تعيد. ليش هيك حكيت معه؟ حدا بيقلع ضيوفه؟ نسيت انه البيت إله؟ مو شايفتي؟ الزلمة جاي يتمسخر علي بقلب بيتي، والله اعصابي ما انا متحمله. حتى لو كان الزلمة ضيف جاي يزورنا، ما بصير هيك، مو حلو هالتصرف منك. اوف خلصنا بقى، شي مره كوني واقفه بصفي. عم قلك اني متضايق، بكفي لك، راسي رح ينفجر. ما شفتي كيف صار يضحك مثل المجنون قدامي كانه ما غلط بشي؟ عم يتمسخر علي. يا ربي ساعدني، مو شايف حالتي؟ الله شايف وبيعرف كل شي، هو دائما شايفك، بس هو عم بيمتحنك هلأ بالتعب والمشاكل. ما في حل غير انك تصبر. الصبر الصبر. صرعتيني بالصبر والصبر، شو ما عندك غيرها تقوليها بكل مرة؟ وبعد الصبر وبعدين. ألو تفضل، تليفون إلك. ألو، أنو شركة؟ مقابلة؟ إيه شو العنوان؟ تمام. مين هاد؟ مين؟ اتصلوا فيي من شركة مشان الشغل، وقال بدهم يشوفوني، وقال ضروري كتير. رح يجي بكرة إن شاء الله، تزبط معنا هالمرة إن شاء الله. أوف أوف.
يا عم بشو ساعدك؟ تفضل لعندي. بصراحة أنا اتصلوا فيني من هالشركة، اسمي حسيب. أنت حسيب بيك؟ أهلين. تسلم. لو سمحت تفضل عند المدير. المدير فورا؟ أنا العم مسدود، اشتغلت كل شو ما كانت تزبط معي. بسيطة، الله يكون بعونك. تفضل. تفضل سيد حسيب. محمود بيك عم يستناك. تفضل فوت لجوا يلا. حسيب أهلا وسهلا. تفضل. أهلا وسهلا، نورت. تفضل تفضل. أهلين. أهلين فيك. أهلين فيك. أهلين. كأنك ما عرفتني حسيب. ايه تذكرت، لأنه التقينا قبل هالمرة كنت لابس طاقية هيك شكلها. وقبل هالمرة حاولت تتذكر منيح. شوف هالصورة وقلي مين فيها. أنا ومحمود. مظبوط، محمود صديق طفولتك، محمود رفيقك بالحارة. يعني أنت هو محمود؟ صح، أنا رفيقك محمود، محمود عيسى، وهذا بيكون إيدي اليمين خلدون أفندي. تاني شي هذا موسى. مرحبا. طلعت عن جد اسم على مسمى مثل ما بينادولك مسدود. ما عم صدق لهالدرجة مالك حظ ومالك نصيب بشي. ليش هيك؟ ليش يا ترى؟ يا ريت بعرف. طيب أنا رح خبرك شو هو السبب. بتتذكر اجينا أنا وخلدون لعندك على الحارة وقعدنا وحكينا، ووقتها عرفت شو المشكلة. أنت بتضل تتذمر كل الوقت لأنه الله ما عم يرزقك. الله بعتني على هالحياة وتركني على جنب. إذا بينزل من السماء ذهب بدل المطر، بعرف ما رح ينزل على راسي غير الحجار من حظي. أوف. استنى حسيب أفندي، لوين رايح؟ كل واحد يروح بطريقه. كنت بدي ساعدك وخليك مبسوط وخليك تطلع من هالحالة بقى، وأبعت لك ياها مثل النصيب بدون ما تعرف مين الشخص اللي عم يساعدك. بالأول بعت لك موسى وكان معه صندوق قديم، بس انت شو عملت فيه؟ رح تبعته لهذا الزلمة عديلك. مزبوط. كنت حاطط لك جواته ذهب كتير، ذهب بكفيك وبيعيشك كل عمرك. عن جد؟ هي اللي بيسمعك بيصدق. لكان اللي شو هاي؟ رجال أصرب يعنيها واشتريتها. أنا باخدها منك، فيني حط فيها العدة. غريب، ليش ما عم يفتح؟ ماشي، معناها بيفتحوا بالبيت. ايه ان شاء الله رح تاخد حقها. هالتحفي بليرة، إلك بليرتين. ايه شو هالحكي؟ كأنها غالية شوي. يا الله دخيلك. كل مربحي منها ليرة واحدة، رح أخذها بنص ليرة. مسيك. ما سمعتني شو حكيت؟ عم إلك مربحي ليرة. طيب خد هدول فوقهم، مع إنه أنت اللي لازم تدفع لي، مشي حالك فيهم واعتبرهم حسنة. وشفت بوقتها أنه ما وصلك الذهب، وبعدين رحت عملت لك خبز مميز لأضمن أنهم يوصلوك، وحطيت لك بقلبه ذهب، وبعتت موسى حتى يبيعك ياهن وأخدتن. قلنا تمام، هالمرة صاروا معه، وهلأ بس ياخدن معه على البيت وياكل مع مرته رح يلاقي الذهب بقلبه. بس أنت شو عملت؟ رحت مرة تانية وعطيت الخبز لعديلك. من وين جايب هالخبز هاد؟ من نفس الزلم اللي عطاني الصندوق. اجا لعندي مرة تانية. عدي هون. وكان مصر أن يأخذن منه وما قدرت أقول له لا. عن جد عم تحكي؟ اشتريتها من نفس الشخص اللي باعك الصندوق؟ ايه. ما أحلى هالخبز، بيعني إياهن. موافق؟ الله يخليك. والله أنا حبيتهن كتير. شو بقول لك، اشتريهم مني، عطيني ليرة ونص وبيكونوا لك. غاليين شوي. شو عم ناخد منك خشب؟ هذا خبز، بعطيك ليرة واحدة. إذا ما بدك هاتون باكلن مع لبن اليوم. لا لا عديل، كنت عم امزح معك. يلا امسك هاي ليرة تاني كمان.
وخذ، وهي نص ليرة مني. صاروا ليرتين. أوف أوف، شو هالحظ البشع. أوف، شو هذا اللي عملته بحالي؟ ومع هيك ما استسلمت. بآخر مرة قررت حط لك الذهب بكيس، وحط لك الكيس جوات العرباية، وحطيت لك إشارات مشان تنتبه. انتبه عليها، فيها ذهب. بس أنت تجاهلت هي الإشارات لدرجة أنك ما حاولت تنزل تشوف. يا ويلي أنا، يا ويلي، شو اللي عملته؟ أوف أوف. كمان رجع عديلك مرة تانية، وحضرتك بعته إياها هيك ببساطة، أخذها منك وبعته إياها مع الذهب. عديل وقف، استنى استنى لحظة. لك شو بدك فيها؟ أولاد مش خبرين هيك. مزبوط حكي، رح اشتري العرباية منك. شو خطر على بالك؟ لك أنت شو بدك بهيك عرباية؟ بتاجر فيها وبعدين بيع على حدا. اللي هلأ قديش بدك بهالعرباية؟ مع أنه مهترية كتير. أنت بس اللي قديش بدك وبوعدك ما رح اعترض. بدك تعطيني 300 ليرة. أوه، شو شايفة سيارة؟ رخصني إياها أكتر. إذا ما عجبك بعرف حدا بيشتريها ب400. وقلت لك 300 لأنك عديلي. خلص ماشي، يا ملعون، والله صاير شاطر بالتجارة. كيف ضحك علي هالزلمي؟ كيف؟ يا ربي، ليش هيك كاتب علي؟ ليش ما كتبت لي أخدون؟ مو أنا كمان واحد من عبادك؟ يا ربي فرجها، فرجها علي، ارزقني بقى. معقول أنت كل عمري فاير؟ بكفي، روق. أنا هيك حظي بالدنيا؟ ما في حظ، ماني قدران أعمل شي بهالحياة. طول بالك، هالمرة رح يكون إلك حظ، رح نساعدك نحن. بشو يعني؟ تعال يلا. أوف 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 أوف. تفضل خود اللي بدك إياه، قد ما بدك فيك تاخد، كلهم لألك. كل الناس عم تعبي قد ما بدها، ليش هيك المي عم تنزل عندهم بقوة؟ مسدودة، ليش انقطعتي على حظي؟ مسدودة. المصاري بالشنطة صاروا كلهم لألك، الشنطة واللي فيها. هاي المصاري حلال، كلها حلال. يعني هاد مو حلم؟ أبدا، لا مو حلم، تصرفهم بالهنا. بس ما بستاهل كل هالمصاري. لا تحكي هيك، اعتبرهم زكاة أو صدقة من أخوك، تتهنى، بتستاهل أكتر. ما بعرف شو بدي أقول لك. يسلم بفضلك، ما عاد حدا ينادي لي عم مسدود أبدا. الحمد لله يا ربي، ما حدا رح يقول لي عم مسدود. انتبه، ما يوقعوا، ما رح ضيعون، هي رزقتي. الحمد والشكر لله، فرجت أخيرا. وأخيرا انبسط، ألف الحمد لله. ماني مرتاح، وكأنه في شيء بده يصير. ليش؟ بالأول كان تدخل بقدر الله، وهلأ شو؟ أنت هيك رأيك؟ فرجت، فرجت أخيرا يا رب. انتبه عليها لا تضيعها. فرجت، فرجت أخيرا. إيه إلي
إلي ملكي. فرشت كلن إلي، كلن ملكي أنا، كلن إلي يا ملكي أنا. هيك صفيان الدنيا. كيف السؤال؟ بدنا نسألك على العنوان. استنى وين رايح؟ شباب السؤال بعده عني. عم شبهات شو بيعرفني؟ واقف واقف واقف. أهلين عم مسدود، كيفك؟ ما تذكرتني؟ شو في هالشنطة؟ شو دخلك؟ شو حاطط فيها مصاري؟ تا حط هالشنطة هون لشو؟ شيل ايدك عنا، شيل ايدك عنا. اترك الشنطة عملها، اعطيني هدول لي. اترك الشنطة، اعطيني الشنطة لإلا. شو عم تعمل؟ اتركها من ايدك، اتركها عملك، اتركها هاتا، اتركها. شو حرامي؟ روق، نزلني عندك. شو صاير؟ عم اقول لك نزلني، نزلني عندك، نزلني بعد يا حرامي، بعد عني يا اخي. شو مشكلتك انت؟ والله انك مجنون. استنى. شو بو الزلمه؟ استنى يا معلم، يا اخي وقف. لك شبك، امشي امشي. عم اقول لك استنى شوي يا اخي، وقف. هدول إلي، ما رح خلي حدا ياخذهم مني. ملكي، ملكي إلي يا أخي. وقف، لا تركض، وقف، استنى شوي. يا الله، معقول عرف إنه فيها مصاري؟ يا الله، لا تركض. ملكي إلي. لك ليش هربان؟ هدول إلي. لك يا أخي تعبت وأنا أركض وراك، وقف. لحقني، إجا. عم يسرق لي المصاري، حرامي، ساعدوني يا عالم، حرامي. خلاص با، خلاص خلاص با. هاي الهوية، ساعدوني يا عالم. وقعتها وركضت وراك لأعطيك إياها، وعم تقلي إني حرامي؟ آه يا خجلت منك، والله عقلي مو معي. لا تواخذني يا أخي، هدول كلهم إلي. يلا يا موسى، اذهب إلى عبدي وأوصل له رسالتي. أمامه 40 عاماً ليحيا بها في الأرض. سيقضي عبدي نصفها وهو فقير، وسيقضي النصف الثاني غني. اذهب واسأل عبدي أي نصف يريد أن يبدأ به، أي يريد النصف الغني أم الفقير؟ ذهب موسى ليبحث عن هذا العبد حتى التقى به وقال: شو ضربك العمى انت؟ يجب ان تمتثل لامري. اسفين عمو مسدود، ما نريد ابدا. خلاص خلاص، الحظ ضحك لي، فرجت فرجت. اخر فقير ضحك لي حظي. عم مسدود تفضل اشرب شاي عنا. عم مسدود حول شبك ماشي بسرعه. تعال وين رايح؟ عم مسدود شو هاد؟ انتم مالكم علاقه فيني؟ ليش شبك ما رح؟ روح عني انت كمان. عم مسدود احكي شيء. استنى، لوين رايح عم مسدود؟ شو هالشغله بايدك؟ روح مسدود. وصلنا على البيت. ساعدوني، بترجاكم ساعدوني. جميلة، بنتي جميلة. جميلة، ساعدوني يا ناس، ساعدوني. جميلة، بنتي جميلة، يا ربي دخيلك تساعدني. سيارة الإطفاء على الطريق. بنتي جوا. لا تخافي رح يوصلوا. اجيت، لا تخافي اجيت. بترجاكم
بنتي جوا. أمل أي شيء يا حسينة رح تحترق بنتي. فوت ساعدها بترجاك جميلة. لا تخافي بنتي. يا ربي تحفظ بنتي. الله يخليك. ساعدوني. اترك الشنطة. اتركها. لا تخافي. شو بدك بالشنطة جوا؟ جميلة لا تخافي. طولي بالك بنتي. الله يخليك. فاتي طالعة. طولي بالك. ساعدوني بنتي. ساعدني لا تخليني احترق. خلاص اهدي. فات عمك لعندك. تعي جميلة. طولي بالك بنتي. جميلة طلعوها. تعي يا بنتي. مشي الحال. تعي بسرعة لا تخافي. رحي طالعة. يلا يلا. شفتي ليك طالعة. اهدي وروي. طلعني بشان الله. لا تخافي رح نطلع. لا تخافي يا بنتي رح نطلع. رح نطلع. بنتي جميلة. حبيبتي الحمد لله حسناتك يا روحي. بنتي 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 حبيبتي شو صار لها؟ يا الله دخيلة. الشنطة يا أخي لوين رايح؟ الشنطة. تعال هون. لا تفوت لجوا. تعال اتركني. تعال هون اتركني. فوت الشنطة جوا. تفوت أنا ما تفوت. استنى وين فايت؟ بنتي الشنطة اتركها تحترق. فلت. تعال اتركني بنت الشنطة. لك اتركني عم بلاك. الشنطة جوا. عمرينا خليها تحترق. عامل لك ارجاع. شنطة ما راح اتركك. عامل لك ما راح تفوت. بدي فوت جيب الشنطة. لك عمرينا الشنطة. لك شنطة جوا. ما راح خليك تفوت. الشنطة بنت الشنطة. امشي على المشفى يلا. هاتي الأحملة أنا. أعطيني إياها. طب يلا امشي امشي. مكتوب علي الفير مالي حظ. رح ضل العم مسدود كل عمري. شو هالحكي؟ معقول اللي صار؟ مع الأسف إيه. ما تهنب ولا ليرة من اللي أعطيته إياهم محمود بيك. كان عم يحاول يساعد البنت الصغيرة واحترقوا بالنار. شي مو معقول. طيب ليش هيك عم يصير؟ ليش؟ تركها على رب العالمين محمود بيك. أكيد مخبيله الأحسن وكل شي من الله حلو. احترقت الشنطة. احترقت. أوف أوف. الحمد لله لحقتها. كيف لو ما لحقتها؟ هالبنت جميلة كانت رح تحترق. الله يبارك فيك. الله سبحانه بعتك لهنيك. ايه بس احترقت المصاري. اي مصاري؟ كان معي شنطة مليانة. كانت هي المصاري بتكفي نشتري بيت وسيارة. ما صدقت انه فرجت علي وضحك للحظ. رفيقي انا وزير محمود. انت ما بتعرفي. المهم غني كتير. أعطاني المصاري مبلغ كبير وكنت حاملهم بالشنطة. حاملهم مو مصدق وراجع على البيت. أول ما كنت رح أوصل على البيت احترقوا. آه يا ريت ما كان في حريق. بس أنت عملت الأحسن. صح ما في إلك نصيب بهالحياة يا حسيب. بس قلبك أبيض مثل التلج صدقني. والنصيب من الله وكله خير صدقني. لا تزعل. هو نصيبنا هيك شو نعمل؟ خير إن شاء الله. زوجك جوا شي؟ ايه تفضل. حسيب إسحاق على الباب بده يحكي معك. تفضل أخي. رح أعمل قهوة. شكراً لك. ساعدت بنتي. ما عم اتخيل. هي مثل بنتي. تتذكر الصندوق والخبز والعرباية؟ بعرف بعرف بتذكرهم كلهم. عارفان مو؟ هدول إلك والسيارة إلك. والحقيقة لسه كان في ذهب بس أنا صرفتهم كلهم. كنت مخبيهم بالغرفة اللي كانت فيها جميلة
بس النار حرقت كل المصاري. حتى هني كلهم احترقوا، ما ضل غير السيارة، والسيارة صارت إلك. مستحيل. خلينا نعتبر إنه أنا بعتك يا برش واحد أو حتى بألف قرش، السيارة حقك. أنا بعرف ما إلي نصيب، واضح إنه هيك قدري. شو بعمل؟ هاد كله خير من الله إلي، لأنه الله بيعرف وشايف كل شيء. أهلين فيك محمود بيك. لا تقلي هالمرة ما زبطت. لا تزعل حالك، يلي كاتبه الله بصير. أنا لازم لاقي طريقة ساعده فيها، بس كيف؟ كيف؟ كنت رح تدعسني. أهلين فيك إسماعيل. أهلين فيك. أهلين إسماعيل. أهلين فيك عم أمين. كيف الدراسة؟ والله بتمنى أني خلص بسرعة. رافعين راسنا فيك. ها يلا أبني شد همتك. إن شاء الله إن شاء الله. الله يسلمك. مع السلامة. شوفك بعدين. خلينا نشوفك. إن شاء الله يا مراد. إسماعيل. أمي. حسيب تعال شوفي. الله يخليلك يا وتفرحي فيه. مراد هات عنك، ليش ما خبرتني؟ كنت طبخت لك. شو هلا صامي؟ كنت مشتاق لكم. حسيب. أوف أوف أوف. لا تضايق حالك، لما سما نزلت علينا الذهب قام أبوك عطى الذهب كله لعديله. يلا الله بيعود، ولهيك أبوك متضايق كتير. الله بيساعد أمي. أوف 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 أوف. بابا خلاص لا تفكر. أوف. الله هيك كاتب وأمي معها، كل شي من الله خير. وهي خلصت الدراسة والحمد لله صحتنا منيحة، ضل شي أحسن من هيك؟ لا تزعل بابا. أمي مثل ما حكينا على التليفون. أها شو حكينا؟ قصدي أقول يعني ما نستنى. شو؟ عن شو عم تحكوا؟ بشو حكيتوا على التليفون؟ ما فهمت، عن شو عم تحكي أنت وياه؟ شو هاللغز؟ قولوا لي يلا. بابا حبيبي القصة قصة نصيب يا ابني، ما قلنا لبعد الجيش؟ ايه صح يا أمي، بس عيلة رفيف ما بدها يعني اتأخر، وعم يستنوا نروح نزورن. بس يا ابني بابا هنن بدهم يصير شي رسمي. يعني لهالدرجة مستعجلين؟ طيب قلي مين بتكون هالبنت؟ مين هي؟ عيلتها متوفية، ما عندها غير ستة وجدة، رح نروح ونشوفهم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي ما يخيب أملنا. يلا أمي. شو رأيك تحكي شي منيح؟ والله طالع شخصية. عم مسدود لوين رايح؟ خبرنا لوين؟ رايحين تطلبوا البنت. الله يوفقك اسماعيل. ان شاء الله بتتوفقوا. ولو يا زلمه بفديك بروحي. والله بفديك بروحي. شباب المهم انت تكون مبسوط. هي. لكان ما تبلى ما شاء الله. يلا يلا اطلعوا بعد شوي. سمعني شو عم يحكوا عني. تاخذ العقل. اهلين وسهلين. والله والله ما اكيد ما في شيء غلط. لا بابا الجماعه عم يستنونا، خلونا نمشي بقى. مع السلامه. يلا بعدك. مع السلامه. الله معكم. هو هيك النصيب. الله يوفقون. رايح يطلب عروس لابنه. الله يوفي. اي والله الله يوفي. وصلنا هذا العنوان.
السلام عليكم. وعليكم السلام. متأكد إنه هذا هو البيت؟ إيه بابا. يعني مو مخربط بالعنوان؟ لا مو مخربط. على مين عم تدوروا؟ أنا اسمعي. هنن عم يستنوكم لضيوف. امشي لقدام شوي. يلا. يسلم ايديك عم امين. حكوني مشان اجي اخذكم. ابني متاكد؟ طبعا بابا. يلا هذا يلا هو يلا البيت؟ عم يقول متاكد. امشي. بسم الله. اهلا وسهلا تفضلوا. مرحبا رفيف. مرحبا. شكرا كثير نورتوا. اهلا وسهلا. مرحبا. اهلين فيك. اهلين فيك. الله يرضى عليك يا بنتي. طمنيني. الحمد لله منيحه. تفضل لجوا. شرفتنا. اهلين فيكي. تفضل. اهلا وسهلا. شرفتينا. مرحبا. اهلا وسهلا. كيف صحتك؟ الحمد لله بخير. محمود بيك؟ حسيب محمود؟ شكلهم بيعرفوا بعضه. حسيب؟ طلعوا بيعرفوا بعض. بابا تعرفوا بعضكم؟ سبحانك يا رب النصيب. حسيب. ما أحلاهم كيف التقوا أخيرا. تفضلي. تفضلي يا جوا. عيني وحدة. أهلا وسهلا. شكرا. تفضل ابني. تسلمي. تفضل. لا هلا ما عم صدق كيف التقوا مع بعض. صح انت نصيبك مقطوع، بس ابنك له نصيب بهالحياة. يعني كنت عم تعاني كل حياتك كرمال ابنك، مثل البذرة بالأرض بتعيش تحت الأرض بصعوبة وبتنضغط. ليش؟ مشان تطلع منها الشجرة. وانت عايش كل عمرك مثل هالبذرة. والله يمكن معك حق. صدقني هيك، بس كنت ما بتعرف. كنت مفكر انه ما لي نصيب بهالحياة. انت لازم تشكر الله يا حسيب. اعظم سعادة واعظم نعمة هي الشكر، انه نشكر الله على كل شيء. والحمد لله عندك كل شيء يا اخي. صحتك منيحة وعندك ولد. ابني انا ومرته وحتى احفادي اللي منه ماتوا كلهم بحادث سير. خسرت عيلتي بس ما تغيرت، لا بمصاري ولا حتى بثروة. عشت حياتي وأنا موجوع، بس في صبر. الصبر هو دواء كل شيء، والحمد لله على كل شيء. تمام. إيه صح، الله أخذ لي ابني ومرته بس ترك لي حفيدتي الوحيدة. وإنت صح الله ما رزقك، بس ابنك بيستاهل. بيستاهل يتزوج من حفيدتي اللي مثل الوردة. يلا خلونا نمشي. بقى ليش ما نكون شاكرين ونحمد الله على طول؟ شوف النصيب كيف التقينا وصرنا عيلة واحدة. ألف الحمد لله. الحمد لله. يلا يلا اركدوا اركدوا. ايه انا رح. تعالوا تعالوا تعالوا. الحمد لله الحمد لله. من مواعظ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما تعلمنا، الثروة الحقيقية ليست غزارة الخيرات بل ثروة القلب. من منكم آمن بقلبه السليم وعقله السليم، وإن كان معه طعام في ذلك اليوم وجاء الصباح عليه بالخير والسلامة، كأنه في ذلك اليوم ملك العالم بأسره. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.